عزيزاتي المشاهدات لبرنامج جودة وشورى، أهلا وسهلا بكم في كل مكان على عرض مصرنا الحبيبة. يسعدني ويشرفني أن أنا أكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات جودة وشورى. هنتكلم فيها عن موضوع احنا تعرضنا ليه قبل كده في كثير من حلقاتنا في احنا معاكي، سواء في الزواج المبكر أو في التوقيت الأمثل للحمل أو عوامل الحمل الخطر والأهميته. وجدنا أن من الأفضل أن احنا نفرد ليه موضوع كامل عشان نتكلم مع مقدمي الخدمة ومع السيدات اللي بيتابعونا أو الأنسات اللي بيتابعونا اللي مقبلين على الزواج عشان يعرفوا أهمية الموضوع ده، ألا وهو فحص المقبلين على الزواج. طبعا كتير من الناس بتبص للموضوع دوت على أنه هو موضوع روتيني أو موضوع تعقيدي، يعني احنا عايزين نخلص إجراءات الزواج والعريس والعروسة مشغولين بحاجات كتير جدا والأهل مش فاضيين يروحوا مراكز الصحة ويعملوا الشهادة ويستنوا تطلع، وفي بعض الناس بتتحايل ان هي تاخدها بأي شكل عشان تخلص كإجراء روتيني. لكن هو يعني الموضوع بمنتهى البساطة ان احنا بنأمل ان الأجيال القادمة يعني بأمر الله نتخلص فيها من بعض الأمراض الوراثية اللي ممكن تكون عائق وبتسبب مشاكل. احنا طبعا بعد ما بنعمل إجراءات فحص الزواج ده بنقول للمقبلين على الزواج والله في احتمالات كذا، انتم عايزين تكملوا ربنا يكرمكم ان شاء الله، ولكن تحترسوا لما يحدث ما قبل الحمل ولما يحدث حمل، واذا كان في قرار تاني هم احرار يعني. فطبعا احنا بنطلب من كل مقبل ومقبل على الزواج ان هم بيتوجهوا لاقرب مركز صحي عشان نتمم الاجراءات دي. الاجراءات دي بنبتدي ان احنا بناخد تاريخ كامل من الزوج والزوجه. التاريخ ده بيبدا بالعمر، وطبعا وخصيصا عمر الزوجه لان المقبل على الزواج يعني، لان بعد طبعا احنا عارفين ان الخصائص الوراثيه لينا كبلد اتغيرت بالذات في الحضر، بدات ناس سن الزواج يبقى متاخر شويه بالنسبه للبنات في الارياف، يعني بنامل ان هم يكونوا بداوا يتزوجوا بعد سن ال 18 زي ما القانون المصري قايل. فطبعا ما قبل سن 21 بالنسبه للبنت وما بعد سن ال 35 بيشكل لنا ما يعرف بالحمل الخطر، لان في الفتره اللي قبل 21 سنه بيكون الجهاز يعني اجهزه البنت عموما لسه ما اكتملتش، وبالذات اجهزتها التناسليه، فعوامل الخطوره اللي ممكن يحصل اجهاد مبكر واطفال مشوهين واطفال يعني حجمهم صغير بالنسبه لعمرهم وولادات مبكره اكتر. بعد سن ال 35 بتزيد المشاكل، ان المشاكل الوراثيه الجينيه بتبقى اكثر عرضه للظهور، الستات دي بتبقى اكثر عرضه لحدوث سكر الحمل وضغط ما بعد الحمل، ضغط الحمل واكتئاب ما بعد الحمل، كل ما بعد الولاده، كل العوامل دي بيدخل فيها نقطه السن. طيب بندخل بعد كده لدرجه القرابه، لان احنا درجنا على ان في الارياف بالذات يعني بيفضلوا زواج الاقارب نظرا لعادات اجتماعيه معينه والناس عارفه بعضيها وكده. احنا ما بنقولش الناس ما تتجوز، ولكن بعض العائلات وبالذات لما تكون درجة القرابة بين العريس والعروسة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية يعني قريبين قوي، بعض العائلات بيكون فيها صفات متنحية يعني مش ظاهرة في الأجيال اللي دلوقتي ولكن كانت موجودة عند الأجداد وانتقلت للأبناء أو للآباء يعني من الأجداد للآباء بصورة متنحية، يعني ما ظهرتش عليهم ولكن جيناتها لا زالت موجودة. الامراض دي او الاعراض دي بتكون عرضه للظهور في الجوازات، وبالذات زي ما قلنا الزواج ده زواج اقارب ومن الدرجه الاولى. فاحنا بناخد تاريخ كامل، هل العائلات دي ظهر فيها لا قدر الله سابقا يعني امراض وراثيه زي امراض انيميا الخلايا المنجليه، انيميا البحر المتوسط، انيميا الفول، نقص بعض الانزيمات المهمه في الجسم اللي بتسبب بعض الامراض الميتابوليزميه، بعض الامراض النفسيه اللي هي بتنتقل بصوره جينيه، بعض الامراض زي السكر والضغط، السكر اللي هو من النوع الاول اللي هو بيتولد الطفل ومعاه السكر ده مش بيجيله بعد كده، وده بيكون سكر معتمد على الانسولين. يعني في كثير، طبعا القائمه تمتد وتمتد يعني لو احنا اتكلمنا هيبقى قائمه امراض كتير، فدايما بنركز معاهم كويس جدا وبنسالهم كويس جدا عن الامراض دي سواء ظاهره في الاباء او في ما سبق من الاجداد عشان نكون عارفين هل في احتمالات دي موجوده. لو هو ان شاء الله ربنا يتمم الزواج على خير بننصحهم ان هم يعملوا تحليل جيني، والتحليل ده برضو بيسهل علينا الموقف نعرف هل هم عندهم احتمالية الموضوع ده، بحيث لما يحدث حمل بنتدخل في الوقت المناسب بنتابع الحمل ده من اوله. كل ده بيسهل علينا المهمة، لان دايما بنقول العناية خير من الوقاية والوقاية خير من العلاج، يعني احنا بنوصل لدرجة
ما قبل الوقايه، وده شيء طيب لان ما فيش حد يتمنى ان يكون عنده طفل عنده اي مشاكل. الطفل ده نعمه من ربنا، بنتمنى ان ربنا لما يرزقنا بالنعمه دي قدر المستطاع تكون النعمه دي مكتمله عشان تكون هبه وليست عناء. بعد ما بناخد منهم التاريخ الكامل ده للزوج وللزوجه او للعريس وللعروسه، بنبدا في الفحص، بناخد طبعا الضغط، بناخد الطول والوزن، بناخد الكشف الظاهري، الكشف على الصدر على البطن عشان نطمن ان شاء الله باذن الله ما فيش امراض تتعارض مع الزواج ده ان هو يتم، او ان لما يحصل حمل تكون في مشاكل. ولو في اي عرض بيظهر بنتدخل في الوقت المناسب بحيث ان احنا نعالجه والامور تمشي كويس. في بعض التحاليل بنطلبها، احنا قلنا ان في بعض امراض الدم بتنتقل بصوره وراثيه، فاحنا بنطلب تحليل دم كامل عشان لو في اي نوع من انواع الانيميا نبقى متوخين الحذر وعارفين ان ولو بصوره غير ظاهره ممكن المرض ده يكون موجود. بعدين بناخد تحليل للسكر صايم لو لا قدر الله في، يعني في امراض كده احنا بنسميها في الطب البطل الصامت، انا مش عايزه اخوفكم من الكلمه يعني، بس هي دي احنا بنبقى ماشيين ومش حاسين ان الامراض دي فينا لان هي ما بتسببش اعراض ظاهريه، ولكن بتكون موجوده زي السكر او الضغط او لا قدر الله الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول في الدم، ودي بتسبب لنا بعد كده مشاكل احنا مش بنحس بيها. فجاه يجي الشخص اللي كان سليم ومعافى فجاه يشتكي من عرض شديد، ايه؟ لان الحاجه دي كانت عنده هو ما انتبه لهاش. فعشان كده احنا من ضمن العيادات الوقائيه اللي احنا بنحرص على ان هي تكون موجوده في اي مركز صحي او مركز طب الاسره او مكاتب الصحه، اللي هي فحص الزواج عشان نلقط الناس دي بدري وندخل معاهم في العلاج المبكر بدل ما ندخل في علاج الاعراض الجانبيه او علاج عوامل الخطوره اللي ممكن تكون ظهرت. بنعمل تحليل كامل للدم، بنعمل صوره الدم كامله، بنعمل تحليل للسكر، لو يعني ثبت انه ممكن يكون في اي امراض وراثيه فبنحولهم للمعامل المركزيه في وزاره الصحه عشان يتم تحليل جيني كامل ونطمن ان الناس دول كويسين. في خلال القعده بتاعت المقبله على الزواج والمقبل على الزواج مع الطبيبه الموجوده والممرضه بعد قياس الطول والوزن والحاجات دي، طبعا بنقدم بنحاول ان احنا بتكون في عندنا ما يسمى بنوادي الاسره في كل مركز طب اسره، الناس دي بتقدم استشارات زوجيه مبكره لحياه زوجيه سعيده، وده دورنا حقيقه، لان ممكن يعني عايزه اقول ايه، ضغوط الحياه ممكن هي اللي بتدخلنا بعد كده في مشاكل صحيه، فاحنا بنحاول نتوخى الحذر ان دي ناس مقبله على الزواج. يعني الاعلام بشكل او باخر، وان كنا هنا في قناه اعلاميه يعني قناه اعلاميه جميله بتحاول ان هي ترشد الناس للصح، ولكن في يعني وسائل اعلاميه يعني عايز اقول ايه تبنت مشاكل اجتماعيه صعبه زرعت في عقلية الشباب المقبلين على الزواج ممكن تهدد علاقة جميلة جدا احنا بنبني بيها المجتمع، لان المجتمع ده عبارة عن أسرة وأسرة وأسرة حصل بينهم توحد وتكاتف عشان يكونوا مجتمع. فاحنا بنحاول حتى المشاكل الاجتماعية دي يكون متوفر عندنا أخصائية اجتماعية، رائدات ريفيات، مثقفات صحيات، بحيث يعني بنحاول ان احنا نقدم مشورة ما قبل الزواج بشكل كده يعني كبسولة ظريفة البنت والولد يتقبلوها، لان دي حياه جديده بتتبني، وزي ما بيقولوا ايه يعني لازم يكون في تآلف بدرجه ان الناس تتقبل مشاكل بعض وتتقبل عيوب بعض، ولو العيوب دي شديده نحاول نعالجها. بعد الفحص الكامل ده ما بيتم والتحاليل دي ما بتتم، بنطلب من الزوجين ان هم يجوا يستلموها في وقت معين بحيث يتمموا اجراءات الزواج على خير، ولو في اي امراض او حاجات ثبت وجودها ممكن تعالج بنعالجها، لو في حاجات تحتاج لتطورات اكتر بنلجا ليها، ده كله عشان صحه اسره جديده هتتبني، عشان احنا مش بنبص من منظور الصحه من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. اي نعم الحمد لله في يعني فرع علاجي في وزاره الصحه بيهتم بالعلاج وينظر الى المنظور اللي احنا فيه دلوقتي هنعالج الامراض اللي موجوده ايه، انما احنا برضو بنبص بنظريه واسعه او برؤيه بعيده ان احنا عايزين في امراض ما تكونش موجوده عندنا في مجتمعنا قدر المستطاع، عشان دي بتتكلف على العبء على الاسره وعبء على المجتمع. العبء ده لو توجه لرفاهيه الاسره او لرفاهيه المجتمع او اقتصاديا لبناء المجتمع اسعد، ده هيكون خير لينا كلنا. وده يعني انا حاولت ان انا الخص لكم بصوره سريعه وموجزه ايه اللي احنا ممكن نستفيده من فحص ما قبل الزواج، واحنا كده حاولنا نلخص لكم الموضوع، ونرجو ان احنا نكون افدناكم. ومع خالص امنياتي لكل زوجين مقبلين على الزواج بحياه اسريه سعيده، وللمجتمع المصري الجميل بحياه اسره الصحه والسعاده. اهلا وسهلا.